شهدت مستشفى رمض بأسوان تطورا ملحوظا وتطويرا هائلا استعدادا للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل التطوير الذي شهدته المستشفى تضمن المباني والأقسام والأجهزة والأطقم الطبية ما أحدث فرقا كبيرا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين جهود كبيرة تقوم بها الحكومة من أجل النهوض بالقطاع الصحي وتوفير أعلى سبل الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين مستشفى الرمض باسوان، أحد الصروح الطبية الذي شهد تطوراً ملحوظاً وتطويراً هائلاً استعداداً للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، التطوير الذي شهده مستشفى الرمض باسوان تضمن المباني والأقسام والأجهزة والأطقم الطبية، مما أحدث فرقاً كبيراً في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من أهالي مدينة أسوان، حيث تم البدء في التشغيل التجريبي بنجاح واستقبال كبير من المترددين والمرضى. النهارده بنتكلم من المستشفى بعد عمليه الاحلال والتطوير الشامل ليها آه بدانا عمل تجريبي وان شاء الله قريبا هيبدا عمل منظومه التامين الصحي الشامل آه المستشفى بتقدم خدماتها المختلفه لجميع المواطنين آه العيادات الخارجيه عندنا حوالي 12 عياده خارجيه آه عندنا قسم الفحوصات بيقدم مختلف الاشعاعات والفحوصات الخاصه بطب وجراحه العيون بنقدم خدمات العمليات الخاصه بالعيون بمختلف انواعها النهارده احنا بصدد اقبال كبير او من المواطنين بسبب التطوير الشامل واللي تم على مقاييس عالميه بأعلى مقاييس الجودة والسلامة والصحة المهنية المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية للعيون حيث تضم أقسام الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة وقسم العيادات الخارجية ويعمل فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى قسم العمليات وقسمي المعامل والأشعة مما يؤكد أن مستشفى الرمض بأسوان يعد أحد الصروح الطبية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين